الخطوة الأولى هنحتاج ورق ناشف أو كرتون مقاس 30 × 42 سنتي عشان نعمل عليه استنبة الأباجورة. هنا هقيس 35 سنتي واخد علامة صغيرة. عند العلامة اللي خدتها ارفعها 8 سنتي لفوق خط لفوق. عند طرف الورقة من تحت شمال اقيس 16 سنتي واخد علامة او شرطة صغيرة. هنا عند نفس العلامة اخد خط 10 سنتي لفوق وتراعي ان المقاسات تكون مظبوطة علشان تتناسب مع الدوسيه اللي هعمل عليه الاباجورة، فلازم ناخد مقاساتنا بالظبط. طيب هنا هوصل الخطين دول ببعض بالطريقة دي كده. وهنا على الخط ده هقيس 2 سنتي وأعلم. هنا من عند الخط ده أتحرك شمال 4 سنتي وأخد علامة. طيب هنا العلامة دي 2 سنتي أعلم 2 سنتي. عند أروح يمين عند العلامة التانية وأطلع بخط لفوق 2 سنتي زي اللي عملته على الشمال بالظبط. هنا الخط اليمين أوصله بالخط الشمال بحرف زي حرف الراء كده. وهنا هوصل ده بده بخط يشبه القوس. هنا همسح الخطوط الداخلية الصغيرة دي عشان الشكل يظهر يكون واضح قدامي كده. ده شكل الأباجورة بس نص الأباجورة. طيب هنا أقص الشكل كله اللي رسمته وأمشي على الخط بالظبط كده. قصيت خلاص، هحتاج دي بس ارمي الجزء التاني كده. دي اسطمبة ورق الاباجورة. عاد الاباجورة هنا هتلاقيها 8 سنتي وده نص شكل الاباجورة مش اسطمبة كاملة. شابوه الاباجورة من تحت هتلاقيه 10 سنتي. ده العلم بالشيء، يعني المقاسات دي العلم بالشيء كلها. شابوه الاباجورة من فوق هتلاقيه 6 سنتي. هنا ده طول الشابوه هتلاقيه 16 سنتي. المسافة دي هنا هتلاقيها 1.5 سم وده طبعا حامل الأباجورة. والجهة التانية على اليمين هتلاقيها نفس المقاس 1.5 سم من تحت من هنا. أيوة دي نفس المقاس هتلاقيها 1.5 سم وده حامل الأباجورة طبعا. طيب أما ده طول قاعدة الأباجورة هتلاقيها هنا 4 سنتي، ارتفاعها 4 سنتي. وده طبعا الدوسيه اللي هعمل عليه الأباجورة، الدوسيه كرتون بالشكل ده هتلاقيه موجود في أي مكتبة، سعره رخيص جدا مش غالي. ده شكله من جوه. طيب أفتح الدوسيه وأجيب الاسطمبة كرتون نحطها جوه الدوسيه بالطريقة دي وأعلم على الاسطمبة من الشمال من هنا كده بالطريقة دي.
هنا اجيب قطر زي ده وامشي على الخط اللي رسمته واقطع واخلي بالي علشان ايديا ما تتجرحش، ايد تكون ماسكه القطر والايد التانيه تمسك الدوسيه من فوق علشان القطر لو فلت ما ينزلش على ايدي اللي تحتيها يعورها، فناخد بالنا جدا من الحكايه. طيب بعد ما قفلت الدوسيه اضغط عليه كويس لحد ما اسمع تكه كده، يبقى كده قفل كويس تمام. طيب هنا هجيب الاسطمبه الورق اللي انا عاملها، الاسطمبه الورق اللي هو الكرتون، احط على الدوسيه من بره الطريقه دي كده، نعلم على الجنب اليمين اللي هو المستقيم. زي كده نقلب الاسطمبة بالعكس بالطريقة دي، وهعلم على الجنب اليمين اللي هو في شكل الأباجورة نفسه. طيب ليه أنا خدت العلام الأولاني اللي هو المستقيم ده؟ علشان أخد مسافة النص بتاع الدوسيه، عشان انا عايز اسيب النص فاضي، فانا خدت النص بالطريقه دي عن طريق الاسطمبة. وهنا بعلم على الجنب اليمين عشان اعمل شكل الاباجوره نفسه. طيب ده كده الشكل النهائي بعد ما علمت اهو، ناخد شكل الاباجوره من على اليمين وخط مستقيم من على الشمال. قطعت بالقطر على الخط اليمين مش الخط المستقيم اللي على الشمال، لا على الخط اليمين هو واخد شكل الاباجوره، عشان تكون دي النتيجه النهائيه وده الشكل النهائي. هنا ده سلك الاباجوره زي ده كده، اشتري من اي محل كهربائي سلك بفيشه وزرار جاهز، لو ما لقيتوهوش جاهز اشتري سلك لوحده والفيشه لوحدها والزرار لوحده وجمعهم انت كده. الدوسيه هتلاقي فيه فتحه مدوره هنا زي دي كده، تستخدمها للسلك، تدخل منها السلك. ده طرف السلك هدخله من الدايره اللي في الجنب في الدوسيه من الجنب، واسحب السلك. طيب هنا احط السلك في الدوايا، في الجزء بتاع الدوايا من تحت، الدوايا ليها جزئين او اكتر، الدوايا اللي معايا دي 3 اجزاء، ده الجزء التاني اهو اللي بيدخل فيه السلك وبتضغط عليه بالمسامير زي كده. مش شرط تكون لما تشتري دوايا زي اللي انا جايبها دي، دوايا اباجوره، انت ممكن تجيب دوايا عاديه، ممكن تكون اصغر من كده مختلفه، تكون قطعة واحدة أو قطعتين، مش شرط تكون 3 زي اللي أنا جايبها دي. هنا أركب السلك في مكانه وأربط المسامير كويس عشان ما تفلتش بعد كده. كده بجمع الجزئين دول مع بعض، في جزء تالت لسه هيركب من هنا كده، وليه ألوظ بيتلف أربطه. طبعا الدوايا دي كبيرة جدا، يعني الأفضل تجيب دوايا أصغر من كده عشان ما تبانش جوه الدوسيه، ما تاخدش مساحة كبيرة، واللمبة كمان تكون أصغر من كده. طيب هنا بفتح الإيد المعدن بتاعت الدوسيه من جوه وأدخل الدوايا والسلك، وأثبت السلك كده في المعدن بأي طريقة، ألفه مرة مرتين أو ألزقه مش مشكلة بأي طريقة، وأثبت السلك في حديقة الحديد كده، وأخلي اتجاه اللمبة لتحت كده علشان ما تبانش
واقفل البيسي كويس بالطريقة دي واضغط جامد لحد ما اسمع تكة. طيب كده انا خلصت اوصل الفيشة في الكهرباء وانور. ده منظرها بعد ما نوري، وده شكلها من جوه. طبعا يفضل لو تكون اللمبة والدوائر اصغر من كده عشان ما تاخدش مكان كبير جوه الدوسين وما تبانش ما تظهرش. وده الزرار اللي بيطفي وينور، ممكن يكون شكله مختلف عن كده، مش لازم تجيب نفس الشكل ده. وده الشكل النهائي، وده منظرها على المكتب.